حكيم well done tonight. حكيم أبليتم بلأن حسنا، ما هو رأيك في هذا الأداء اليوم؟ أعتقد أن الأداء كان جيد من قبل الفريق. أعتقد أننا قدمنا الشوط الأول قويا جدا، الشوط الثاني كان هنالك صعود وهبوط، ولكن بشكل عام أعتقد أنه كان أداء جيدا وقمنا بالعمل المطلوب. ولكن هل تعتقد أنكم كان من الممكن أن تسجلوا المزيد من الأهداف؟ نعم هذا صحيح، في الشوط الثاني كان لنا فرص أيضا، ولكن في الشوط الأول كان هنالك أكبر كم من الفرص، ولكن المباراة انتهت بهدفين لصفر، يجب أن نكون سعداء بذلك. ولكن الشوط الأول فزتم بالمباراة وقدمتم انطلاقة قوية، ما السر وراء ذلك؟ أعتقد أننا ضغطنا عليهم كثيرا ولم نمنحهم أي مساحة. أعتقد أن الشوط الأول قدمنا أداء جيدا على وجه الخصوص وسجلنا أهداف الأول مبكرا، وبعد ذلك كان عليهم أن يحاولوا أن يسجلوا هدف التعادل وارتكبوا الأخطاء، ولكن قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول سجلنا الهدف الثاني. وبالطبع أعتقد أن الشوط الأول كان جيدا، كان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف ونحسم المباراة، ولكن المباراة انتهت بهدفين لصفر. ولكن ما هو رأيك في الدور الذي قمت به في هذه المباراة؟ هل استمتعت بذلك؟ ربما كان مختلفا عن العادي، ولكن أعتقد بشكل عام قدمت أداء جيدا ويجب أن نستمر في هذا العمل. ولكن كيف، ما الذي تغير في تشيلسي تكتيكيا في هذه المباراة؟ كان لنا 4 لاعبين في الخلف، في الغالب نلعب ب5 لاعبين، وهذا منحنا فرص أكثر في الأمام لكي نخلق الفرص، وهم لا يعرفون كيف يتعاملوا إذا كان عليهم إيقاف لاعب وسط الميدان أو المهاجم. ولكن هنالك مباراة الإياب الأسبوع القادم، هل تعتقد أنه يجب أن تقدموا أكثر من هذا الأداء في هذه المباراة؟ نعم هذا صحيح، علينا أن كان لنا فرص اليوم وكان علينا أن نحسم المباراة مبكرا، ولكن هنالك مباراة إياب أيضا في الأسبوع القادم، ونتمنى أن نقدم الأداء الأفضل. تهانينا، وهذه هي الجائزة، جائزة المباراة.